مشهد تدافع الناس للحصول على بعض من مياه الشرب يتكرر يوميا بمدينة بورسودان. محمد يزاحم غيره من السقائين لشراء حصته من المياه لبيعها لأصحاب البيوت. يشكو محمد شح المياه دوما ومع حلول فصل الصيف خصوصا. ما سهل بيشم ما في مقطوع من المواسير من هناك من السد، عشان نوريكم محل ذاته من السد مقطوع هنا. المفترض الناس تتحرك من حس ويشوف الحج يشوف المكان دي من السد هناك ويحلوا يعالجوا مشكلة المواد فورا ضروري. تتمثل مشكلة شح مياه الشرب بمدينة بورسودان في عدم وجود مصادر ثابتة للمياه العذبة. الأمطار الموسمية المتذبذبة تكاد تكون المصدر الوحيد لتغذية خزان أربعات الذي تبلغ سعته التخزينية 3 ملايين متر مكعب. لكن الردم أو تراكم الأطماء في الخزان أفقداه نحو 75% من سعته التخزينية. لم تكن مشكلة الخزان هي الوحيدة التي تسببت بهذا العطش المزمن، بل فاقمته أيضا موجات الجفاف التي تزايدت في السنوات الأخيرة، إضافة إلى الحرب في السودان التي اضطرت عشرات الآلاف من السكان إلى النزوح باتجاه المدينة. تعيش المدينة وضع غير مطمئن في احتياجات مياه الشرب لمواطن الولاية، والمشكلة هي مشكلة يعني بتعود بآثار سلبية جدا على المواطن الفقراء أكثر من الأغنياء في ولاية البحر الأحمر. يقدر الاحتياج الفعلي لسكان المدينة ب 200,000 متر مكعب يوميا، لكن المتوفر منها لا يصل إلى النصف في أحسن الحالات. تعد الحكومات المتعاقبة دوما بأنها ستعمل على إيجاد حل لتلك المشكلة، مرة عبر توسعة محطات التحلية وإنشاء محطات عائمة في البحر الأحمر، ومرات عبر تزويد المدينة باستجرار المياه من نهر النيل. يظل ساكن بورسودان والنازح إليها على حد سواء يعانيان أزمة الحصول على مياه صالحة للشرب في ظل غياب حل نايز لها كتشييد محطات لتحلية المياه، والمدينة على عتبات البحر الأحمر. وائل محمد الحسن، العربي، بورسودان.